زي ما حضراتكم شايفين كل الناس فرحانة، كل الناس مبسوطة، كلنا مبسوطين كمصريين بأداء المجموعة الحقيقة اللي بتاخد الميداليات أو مرشحة إن شاء الله إن هي تاخد الميداليات. ولكن يظل دائما الفرق الجماعية زي ما حضراتكم عارفين هنا في مصر كرة القدم هي نمرة واحد، وبعديها على طول هي كرة اليد. كرة اليد دائما ما بيكون ليها تشجيع كبير جدا من المصريين جوه مصر الحقيقه وبره مصر، لان كره اليد الناس كلها بتنتظر مين اللي هياخد دايما البطوله. واذا كنا بنتكلم دايما عن كره اليد لازم دايما نقول كابتن حسن مصطفى. كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد لسنوات طويله جدا، اربع فترات على ما اعتقد. الحقيقه رجل هو اللي وضع الاساس لكره اليد المصريه الحقيقه منذ ان بدا اعتقد في التسعينات يعني، ولكن هو اللي وضع الأساس اللي خلانا نصل إلى هذا الشكل قبل خروجه عندما كان رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد، وبعد كده بقى خرج وأصبح رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد. والحقيقة حاجة مشرفة جدا 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 ومنصب كبير جدا جدا، بنتشرف بوجود الكابتن حسن مصطفى وبنشكره الحقيقة على الفترات السابقة أو بداية وضع الأساس لكرة اليد المصرية في أواخر التسعينات. فالحقيقة دايما لازم نشكر كابتن حسن مصطفى ولازم نقول دوره اللي كان موجود خلال الفترة ما قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، لأنه طبعا متواجد كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد بيعمل طبعا زي ما حضراتكم عارفين لازم يبقى رجل محايد، ولكن هو اللي وضع الأساس لكرة اليد المصرية. كابتن حسن مصطفى يستحق كل التحية والتقدير.